واستجدات الطفل ضحية عدنان، وأن الشرطة قدمت جميع المتهمين إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي قرر بدوره إحالة ملف القضية على السيد قاضي التحقيق، وبملتمس يرمي إلى المطالبة إجراء تحقيق مع ثلاث متهمين هم الأصدقاء المتهم الرئيسي بالتحقيق معهم حول جنحة عدم التبليغ عن وقوع الجناية، وبالنسبة للمتهم الرئيسي التحقيق معه حول جناية القتل الذي أعقب حدود جناية هاتك العرض. احنا كدفاع ديال الضحية مازال ما اطلعناش على الملف، هذه كلها معلومات استقيناها بحكم العلاقة مع المحامي ديال المتهمين الثلاثة. سير قضية التحقيق أمر بإيداع جميع المتهمين بالسجن المحلي بطنجة، وقررت تأجيل القضية وتسجيل الاستماع لذوي الحقوق إلى تاريخ لاحق سوف يعلن عنه لاحقا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.